ما ينلمون شعرائنا وكتابنا لين تفننا وفي هواء البحر. مشاهدينا صبحكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي شمس البحرين اللي يطلع عليكم يومياً من الأحد لين الخميس، وفقرات جميلة لطيفة متنوعة راح نقدمها لكم اليوم في هذه الساعة الصباحية. ساعة راح نكون على الهواء بكل حب بكل مودة بكل لطافة، راح نتناقش مع ضيوفنا ومعاكم يا مشاهدينا المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. وأول موضوع عندنا عن الكلمة. مشاهدينا الكلمة هي قوة، الكلمة قدرة، الكلمة حكمة. وفي تقرير بصمة لهذا الأسبوع راح نتوقف معاكم عند شخصية أتقنت فن الكلمة وصاغت كلماتها بمهارة امتزجت بالفكر والشعور. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. ولد محمود درويش في 13 من شهر مارس عام 1941، وهو أحد أبرز الشعراء الفلسطينيين. شغل مناصب هامة مثل منصب رئيس الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، وعمل رئيسا لتحرير مجلة شؤون فلسطينية، وأصبح مديرا لمركز أبحاث ملطمة التحرير الفلسطينية قبل أن يؤسس مجلة الكرمل عام 1981. واشتهر محمود درويش بقصائده الوطنية التي التحمت بالقضية الفلسطينية، حتى سماه البعض شاعر الجرح الفلسطيني، وله أكثر من 30 ديوانا من الشعر والنثر بالإضافة إلى 8 كتب. وطافت كلمات محمود وأشعاره عبر البلدان، حيث ترجمت العديد من مؤلفاته، كما أنه ساهم في تطوير الشعر العربي. وعانى محمود درويش لفترات من حياته من النفي والحبس والاقتراب. عودة لكم مشاهدينا بعد التقرير اللي سلط الضوء على ملامح من السيرة الذاتية للشاعر الفلسطيني محمود درويش. هذه الشخصية ذات البعد الإنساني والثقافي العميق واللي أثرت بعذوبة كلماتها في الوجدان البشري. وقصايد هذه الشخصية مشاهدينا المؤثرة في حب الوطن كثيرة. من هذه القصايد مقولة لمحمود درويش تقول: الوطن ليس مجرد قطعة أرض، بل هو تلاقي الأرض والحق معا. هذه المقولة مشاهدينا تفسر لنا نظرة الشاعر محمود درويش للوطن على أنه مساحة للعدالة والحرية في ذات الوقت. مشاهدينا ننتقل من هذه المقولة لموضوع ثاني رياضي بروح التحدي والمنافسة والتحمل والسعي إلى تحقيق الأهداف، لأن لكل مجتهد نصيب. توج فريق الساموراي للكيو كوشن ممثل من مملكة البحرين في بطولة الخليج للكيو كوشن بميدالية ذهبية وثمان ميداليات برونزية. فخلونا نشوف هذا التقرير عن هذا الفريق وهذه الرياضة، راجع لكم من جديد. السلام عليكم، معاكم مصطفى محمد من نادي الساموراي. اليوم راح تكون حصتنا عن فن الكيوكوشين كاراتيه. راح نتعلم 3 اشياء اساسيه، اللي هي بتكون الحماه بالطريقه اليابانيه التقليديه، واساسيات الدفاع عن النفس بالكيوكوشين، واخر شيء راح تكون اهداف واللي هي تمارين الهجوم. طبعا بدايه الحصه نبداها بتمارين الحماه علشان هيئ اللاعب للحصه، وعلشان يتجنب اي نوع من انواع الاصابات فنهيئ اللاعب، نرفع درجه حراره جسم اللاعب، ونقوم بتمارين الاطاله والمرونه للعضله وللمفصل.
التمرين الثاني بيكون تمرين الأساسيات، بيتعلم فيها اللاعب أساسيات الهجوم والدفاع سواء باليد أو بالرجل. الأساسيات هي أقدم شيء في الكاراتيه، ولا هي تأسست الكاراتيه عليه. التمرين الثالث بيكون تمرين الأهداف. يعتبر تمرين الأهداف من أهم التمارين حق لاعب البطولات أو اللاعب اللي يشارك في بطولات وايد، لأن هالتمرين يساعد على رفع اللياقة وزيادة قوة الضربات. طبعاً كانت هاي حصتنا لليوم في فن الكيوكوشين كاراتيه. أهم شيء لازم نتعلمه أن فن الكيوكوشين هو للجميع ولجميع الأعمار، وأهم شيء في الكيوكوشين هو احترام الجميع. أوس. مشاهدينا، الحديث أكثر عن رياضة الكيوكشن، أرحب بضيفي في الاستديو ممثل الاتحاد العالمي للكيوكشن فرع البحرين ومدرب الكيوكشن الكابتن علي العصفور، ومدرب الكيوكشن أيضا مصطفى مرهون. صبحكم الله بالخير ونورتونا. صباح الله، مشكورين على الاستضافة. شكرا لحضوركم اليوم معانا. ابتدي معاك كابتن علي، لو تعطينا نبذة عن هذه الرياضة، رياضة الكيوكشن. رياضة الكيوكشن هي عبارة عن شيء يندرج تحت الكاراتيه بشكل عام، وهي رياضة الكيوكشن نوع أسسها الماس أوياما في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية في الستينات. حلو. والهدف من هذا أنه كان يخلق فن متكامل وحقيقي، يعني ما يكون في فيك، يعني أنه يكون في ضرب حقيقي وركل حقيقي. حلو. طيب كابتن مصطفى، نبي نتكلم عن هذه الرياضة وعلى شنو ترتكز هذه الرياضة. مثل ما قال كوتش علي، أساس الكيوكشن أو التركيز مالها هو بناء جسم رياضي صحي وقوي يتحمل الضربات. حلو. وفي نفس الوقت يكون اللاعب عنده ضربات هجومية قوية، ومثل أي فن قتالي نقدر يدافع عن نفسه، ترتفع الثقة عنده، يكون جسمه صحي، لياقته عالية. حلو. طيب كابتن علي، ذكرت أن الضرب يكون حقيقي، يعني هذه اللعبة أتوقع مشابهة للكاراتيه والجودو وغيرها من الألعاب اللي يكون فيها ضرب حقيقي، فش اللي يميزها عن باقي الألعاب؟ الرياضات الثانية، أنواع الثانية من الكاراتيه يكون فيها لمس وفيها ليميت معين من الضربات، يعني يكون إذا كان اللاعب يضرب مثلاً بنسبة 100% ما تنحسب فوز، تنحسب خسارة. لكن في الكيوكوشن لا، حسب الفئة العمرية، صح؟ يعني الفئة العمرية الأقل يكون لابسين واقيات يد ورأس ورجل، بس في الأعمار المتقدمة من بعد 18 يكون الضرب حقيقي بدون أي واقي، يعني ضرب مان تو مان، يعني بالجسم. حلو. فلازم يكون اللاعب عارف هذا الشيء. والفرق بين لعبة الجودو والكيوكشن، الجودو يكون فيها طرح، يعني بس تطيح الخصم، احنا لا، احنا فيها ركل وضربات على الجسم باليد والرجل. حلو، يعني شاملة تقريبا. شاملة. حلو، جميل. طيب كابتن مصطفى، يعني شفنا في تقرير من شوي ان في اطفال قاعدين يتمرنون هذه الرياضة الكيوكشن، طيب شنو الفوائد اللي راح يتمتعون فيها الاطفال وصغار السن، يعني تحت سن 18 سنة من هذه الرياضة؟ طبعا وايد لها فوائد خصوصا للاطفال، يعني احنا عندنا اطفال من عمر 3 سنوات تقريبا في النادي. من ضمن الفوائد اللي هي الثقة بالنفس ويفرغ الطاقة اللي عنده، خصوصا ان عندنا لاعبين مثلا فيهم فرط حركة، او اولياء الامور يشتكون عيالهم فيهم فرط حركة، فاذا يون عندنا النادي وايد يتحسنون ويفرغون طاقتهم كلها في النادي،
فتكون وايد يعني ترجع بشكل إيجابي حقهم. حلو. دائماً أولياء الأمور صارت عندهم ثقافة مشاهدينا أكثر، بحيث أنه لو عندهم طفل في فرط حركة يحاولون يوجهونه لأي رياضة من الرياضات، بحيث أنه هو يطلع طاقته في هذه الرياضات ويكون في البيت هذا راكد رزين. طيب يعني كابتن علي، ليش هذه الرياضة اللي الحين ما اندرجت في اللجنة الأولمبية الدولية؟ والله بحكم أن اللعبة جديدة، يعني مو حديثة ومو قديمة جدا نفس الألعاب الباقية، وفي شروط عشان اللعبة تكون تدرج تحت الألعاب الأولمبية، واللعبة لحين ما حققت هاي الشروط. حلو. بس احنا كاتحاد عالمي والاتحادات الباقية أتوقع للكيوكوشين، لأن اللعبة تندرج تحت منظمات واتحادات ويعني أفرع كثيرة، فكلهم يحاولون أن هي تندرج تحت الألعاب الأولمبية، وإن شاء الله أتوقع أن هذا الشيء قريب مو بعيد إن شاء الله. أشوف يعني التحرك في الخليج العربي والعالم العربي عامة، إن الكل قاعد يشتغل جاهد إن اللعبة توصل لهاي المستوى. حلو، إن شاء الله قريب، لأن ما شاء الله لعبة شاملة، ومثل ما ذكر كابتن مصطفى يعني خصوصا للأطفال، ممكن حتى الكبار ترى يقدرون يطلعون طاقتهم السلبية من خلال هذا الرياضة. جميل. طيب كابتن مصطفى، يعني لكل رياضة إصاباتها. صحيح. نبي نتكلم عن إصابات هذه الرياضة، رياضة الكيوكوشين، وكيف الأطفال خصوصاً يتجنبون هذه الإصابات. مثل ما قلت، يعني كل رياضة لها إصاباتها. إحنا عندنا أن أول ما يدخل اللاعب كمبتدئ، سواء كان طفل أو عود، دائماً هيئة حق التمرين، يعني يدخل مرحلة إعداد عام لمدة 3 شهور، نقوي العضلات عند جسمه بشكل عام بحيث أنه يتهيئ للتمرين، بعدها ندخل المبارزة. حلو. ومثل ما شفنا في التقرير أن دائما لابسين القفازات ووقيات الراس وما الرجل عشان نتجنب اي نوع من الاصابات. حلو جميل، دائما الواحد يحاول يسلح روحه. صح. مثل ما نقول عشان يتجنب الاصابات. طيب شاركتوا في بطوله الخليج للكيوكوشين وفزتوا، ما شاء الله عليكم، مبروك عليكم هذا الفوز كباتنا. نبي نتكلم عن استعداداتكم كابتن علي قبل اي بطوله تدخلونها. والله الاستعداد يكون، احنا طول السنه نكون تحت تجهيز عام، يعني نكون قاعدين نجهز شيء عام، لما يجي تجي دعوه او تجي بطوله قريبه نحط الهدف والمده الزمنيه والاهداف واللاعبين اللي راح يشاركون في البطوله. بعد ما ناخذ هاي الاجراءات نحط الخطه التدريبيه. الخطه التدريبيه تصير تحت الكوتش مصطفى، كوتش مصطفى يكتب الأهداف والأشياء، ونطالع السلبيات اللي كانت عندنا في البطولة اللي قبلها. حلو. عشان نحقق هدف أحسن من اللي حققناه في البطولة. يعني تدرسون كل بطولة علشان البطولة الثانية الأغلاط اللي سويتوها، هذه الثغرات اللي سويتوها تتجنبونها. هو الهدف من البطولة شغلة واحدة، شغلتين، أقيم اللاعب وأقيم نفسي كمدرب. حلو. شنو سويت أنا؟ يعني هاي الخطة اللي أنا سويتها هل حققتها؟ هل اللاعب قدر يوصل اللي عطيته اياه في هاي الفتره؟ فيعني هي الشغله تحتاج وقت، احنا كمدربين تحتاج لنا وقت، والاستعدادات ان شاء الله يعني على طول قائمه، بعدين ندخل في الاعداد الخاص ونجهز لهاي البطوله. حلو. طيب احنا عندنا لقطات عن اخر بطوله قمتوا فيها مشاهدينا، خلونا نشوف هذه اللقطات عن اخر بطوله للكيوكوشين ونرجع لكم من جديد. صار لنا 4 أشهر إلى 5 من الصيف نتمرن عشان نجهز حق البطولة. Thank you.
عرفت ان كل الشغل هالخمسة اشهر هذه طلعت فايدته وطلعت تعب العرب. الخطه الجايه ان ابو اكمل تمرين اشد على روحي زياده عشان ان شاء الله الله يكتب لنا اصير اقوى واي بطوله ادشها افوز. كثر حلو مشاهدينا لما نشوف على مملكة البحرين في الصدارة وهو اللي يتوسط باقي الدول، يعني ما شاء الله حماس. أنا طول الوقت وأنا أطالع التقرير وأنا مستانسة، ما أدري إذا شفتوني ولا لا، لأنه ما شاء الله أنا من النوع اللي أحب هذه السوالف، سوالف الطاق والأكشن، فوايد كان حلو التقرير، وايد حلو البطولة، وهذا الدرع اللي استلمتوه من هذه البطولة وحصولكم على المركز الأول، ما شاء الله يعني مو بغريبة عليكم هذه المراكز. طيب سولفت معاكم شوي وإحنا نشوف اللقطات الحلوة عن البطولة عن الأعمار اللي كانت موجودة، كابتن مصطفى قلت لي إنه كان من بين 8 سنين ولا من 6 سنوات، من 6 سنين ل 18 سنة. طيب هذا التنوع في الأعمار شلون كان الحماس ما بين المنافسين؟ طبعا كفريقنا احنا كنا يعني كنا عائلة واحدة. حلو. شفت الفيديو ان اذا واحد يفوز مثلا يشجعونه واذا يخسر يعني يواسونه وهالاشياء، مثل باقي الأفريقيا يعني مثل شيء، هم بعد عندهم لاعبين صغار ولاعبين كبار. حلو حلو. طيب كابتن علي شفتك تشيل اللاعب انت ما شاء الله عليك من الوناسه، فحدثني عن شعوركم في الفوز شلون كان؟ هاي اللقطه بالذات وهاي اللاعب نفسه يعني كان في انا عندي امل فيه من زمان يعني، فهذه كل مره بشارك فيه في بطوله يكون في عذر، يكون مسافر، يكون عنده امتحانات، فأنا أصريت على هذا اللاعب إنه يكون موجود وأنا عارف قدراته، فهو كان فايز على واحد يعني صار باع طويل في اللعبة، لأن اللعبة تبدأ من الحزام الأبيض وما تنتهي في الأسود، يعني ما لها نهاية. حلو. فهو كان في أول حزام واللي لعب وياه يعني كان لي تقريباً 3 سنوات تقريباً يتدرب، فكنت أنا واثق إنه هو بيفوز، فلما فاز الكل لأن الفريق كله ينتظر الفايت مال هذا اللاعب، فأنا كنت حتى ما أواجهه لأن أعرف إنه بيفوز، فلما فاز لا شعورياً أنا إنه شفته هو مستانس فأنا شلته، يعني كان الشيء مو متعمد، الشيء كان فرحة من الوناسة حقيقية يعني. حلو حلو، يعني صراحة فرحتكم وصلت لنا للأمانة. طيب أولياء الأمور أكيد كانوا داعمين لعيالهم كابتن مصطفى في هذه البطولة، حدثني عن شعور أولياء الأمور اللي كانوا متواجدين لخلينا نقول تشجيع عيالهم. طبعا اوجه كلمه شكر لأولياء الامور، صراحه نشكرهم على تعبهم، لان مثل ما احنا كنا نتعب في النادي هم كانوا يتعبون ويانا، يعني دائما متواصلين معنا، دائما نسالهم عن اكل اللاعب، عن نوم اللاعب، انه يحضرون في الوقت ما يتاخرون، فهاي كلمه شكر اوجهها لأولياء الامور. وفي وايد أولياء الامور كانوا معنا في البطوله، حضروا وشجعوا ابنائهم، في بعض أولياء الامور كانوا مستانسين ان عيالهم فازوا، وبعض أولياء الامور كانوا شوي حزينين ان ما تقبلوا خساره ابنائهم. يعني كلاعب انت ممكن تفهم ان ترى الرياضه فوز وخساره، بس كولي امر ساعات صعب يشوف ولده يخسر. صحيح. فهاي شوي واجهتنا صعوبات، بس الحمد لله ان ولي الامر يعني قدر يستوعب انه وفينا ترى بطولات وايد قادمه، يعني هاي مو نهايه المشوار. حلو. طيب دوم اولياء الامور موجودين، الامهات والابوهات يتضايقون اذا يشوفون عيالهم ينطقون. صارت لكم كذي مواقف ظريفه مضحكه انه يعني ولي الامر يقول لا ليش تطقون ولدي، لا لا تطقونه وشوي شوي عليه. ففي هاي النقطه احنا قبل لا نودي البطوله اصلا كنا نطقه في النوادي ونخليه يكون موجود، يعني انه موجود ترى اللعبه فيها ضرب ان كان عمره صغير، الضربه بتختلف، بس ساعات سبحان الله يجيك واحد عمره 6 سنوات ضرباته 8 سنوات ما شاء الله. ايه فلازم هو يتقبل، واحنا اصلا قبل لا نروح البطوله نقول لهم ترى هذه بطوله، الاصابه شيء وارد، وفي التمرين اصلا شيء وارد، فالحمد لله. وطبعا دلين مو اولياء امور، صاروا عائله، لان اللي يسافر اياك وياكل اياك ويشرب اياك ويتحمل كل هالاشياء، وكانوا اصلا داعمين يشتغلون ايانا في البطوله. الله. يعني كانوا اولياء الامور الشباب، كانوا واحد مثلا يسخن لاعب، لان انا كنت بروحي في البطوله، كوتش مصطفى شوي كان صحته تعبانه، فكنت انا بروحي الموجود، فكنت انا يعني اخلص في الحلبه رقم 1
مباشرة أخلص حلبة رقم واحد أروح حلبة رقم اثنين. فأنا ما أقدر أطلع للاعب برا أسوي لي وورم أب وعندي اثنين لازم أشكرهم، يعني أربعة أشكر الطاقم التصوير يعني مالنا الإعلامي، وأشكر كوتش محمد وكوتش حسين، يعني اثنينهم كانوا يلعبون في البطولة وفي نفس الوقت كانوا سبورت حقي برا. حلو 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 هذا الدعم اللي بينكم يخليكم تصيرون أقوى، إذا صرتوا أقوى فيما بينكم أكيد بتصيرون أقوى في اللعبة. الحمد لله. طيب أكيد في خطط مستقبلية حابين أنت وتسوونها في المستقبل، أنا بقول القريب ما بقول البعيد، لأن ما شاء الله عليكم أتوقع أن هذه الرياضة رياضة جدا واعدة في مملكة البحرين، حدثنا عن طموحاتكم كابتن مصطفى. طبعا كخطتنا الأسبوع القادم بتكون عندنا بطولة في الكويت. حلو. بتكون بطولة دولية وإن شاء الله مجهزين حقها. الأسبوع اللي بعدها راح يكون في معسكر دولي في البحرين. الشهر القادم إن شاء الله راح نشارك في بطولة العالم في المقامة في الفلبين. ما شاء الله. وشهر ديسمبر راح يكون في بطولة العرب في السعودية. حلو. فهالشهرين وايد إحنا مشغولين يعني وايد ضغط علينا. إحنا نشكر إن أنتوا جيتونا ويعني سحبناكم شوي من هذا الضغط، لأن بعد السادة المشاهدين أكيد حابين يعرفون أكثر عن هذه اللعبة، لأن ما شاء الله إن شاء الله راح يكون لها مستقبل واعد مثل ما ذكرت في مملكة البحرين. كل الشكر لكم كباتنا لوجودكم اليوم معنا، والله يوفقكم. أجمعين إن شاء الله. ما قصرتوا. شكرا لحضوركم اليوم معنا. مشاهدينا راح نطلع لقطات جوية لمنامة العز ونرجع لكم من جديد. مشاهدينا احتفلت الأمانة العامة للتظلمات بمرور 10 سنوات على تأسيسها في مؤتمر بعنوان فعالية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان. فللحديث أكثر حول مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات ينضم لنا في الاستديو السيد عبد الرحمن علي فارس مدير إدارة شؤون التظلمات. صباحك الله بالخير أستاذ. صباح النور. حياك الله أستاذ، نورتنا وشكرا لحضورك اليوم معنا. أنا اللي شاكر لكم وشاكر لجميع القائمين على تلفزيون البحرين، على الأخص برنامج شمس البحرين ولك على هذه الاستضافة. شكرا لحضورك اليوم معنا أستاذ. لو تعطينا نبذة وتعطي السادة المشاهدين عن الأمانة العامة للتظلمات وكيف تم إنشاؤها. يمكن نشأت الأمانة العامة للتظلمات ابتدت في تاريخ 29 يونيو 2011، حلو، عندما أصدر جلالة الملك المعظم أمر بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي المعروفة بلجنة بسيوني. فكان تكليف هذه اللجنة للتحقق من الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب، نعم، والاعتقال والاختفاء القسري، على أن تنتهي اللجنة برفع تقرير إلى جلالة الملك مصحوب بتوصيات. فكان من ضمن هذه التوصيات توصية رقمها 1717، فتمخضت هذه التوصية عن نواة إنشاء الأمانة العامة للتظلمات. فبناء عليها أصدر جلالة الملك مرسوم رقم 27 لسنة 2012 بإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات. حلو جميل. لو نتكلم عن دور الأمانة خصوصا في تعزيز حقوق الإنسان. نعم،
حقوق الإنسان في الحقيقة يعني هي حقوق كثيرة ومتنوعة، ولعل أهمها ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمكن مثل ما ذكرت سابقا بأن الحقوق المتعلقة بالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في عدم التعرض للاختفاء القسري وسلامة الجسد يمكن هي أبرز الحقوق. نعم. والأمانة العامة تحرص على تلقي الشكاوى عن هذه الادعاءات إذا تحققت، ومن ثم تعمل على التحقيق فيها وجمع الأدلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بصون هذه الحقوق وكذلك مجازات أي من يقع عليه أو من يرتكب هذه الأفعال. حلو جميل. طيب أستاذ، ما هي الغاية من تنظيم مؤتمر دولي بشأن اختصاصات مكاتب أمناء التظلمات؟ عقد المؤتمرات في الحقيقة يهدف إلى العديد من الفوائد، فمنها تعزيز أواصر التعاون بين الجهات التي تمارس ذات الاختصاص، فإحنا نعمل على تعزيز التعاون مع مكاتب أمناء التظلمات في جميع دول العالم، بالإضافة إلى أن استخدام الخبرات يعزز الفوائد وتبادل الخبرات في هذا المجال، بالأخص أن الأمانة العامة للتظلمات هي فريدة من نوعها في منطقة الخليج. صحيح. العربي. صحيح. فلذلك إحنا نحاول نستفيد من خبرات دولية في هذا المجال. جميل. طيب هل في محاور معينة حاولتوا أن أنتوا تركزون عليها خلال هذا المؤتمر أستاذ؟ نعم، احنا سعينا في الحقيقة لتغطية محاور مهمة جدا في يومين المؤتمر. ففي اليوم الأول ناقشنا محورين، وهو المحور الأول كان يتعلق بدور مكاتب أمناء التظلمات في إطار الدعوة الجنائية، والمحور الثاني كان عن المعايير القانونية والحقوقية لمراقبة العمل الشرطي ومراقبة أماكن الإصلاح والتأهيل. في اليوم الثاني كان عندنا ثلاث محاور. المحور الأول كان بتعزيز التعاون الدولي بين مكاتب أمناء التظلمات، والمحور الثاني كان مراقبة العمل الشرطي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وخارجها. حلو. والمحور الأخير كان عن مراقبة أماكن الإصلاح بالنسبة للأشخاص الأولى بالاحتياجات مثل الأحداث والنزلاء صغار السن. حلو. طيب أستاذ، يعني في هذا المؤتمر كان متواجدين العديد من الضيوف من دول مختلفة، فمدى أهمية اختلاف الضيوف الكرام اللي نوروا المؤتمر وأيضا يكونون هذين الضيوف عالميين؟ ذكرت سابقا أن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات. صحيح. فتبادل الخبرات يكون من خلال الاستفادة من خبرات المكاتب اللي سبقونا في هذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بما وصلت إليه مملكة البحرين من مبادرات لتعزيز حقوق الإنسان، تمارس الأمانة العامة للتظلمات وغيرها من الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. جميل. نبي نتكلم شوي عن انطباع الحضور في هذا المؤتمر أستاذ. في الحقيقة شهادتي مجروحة راح تكون في هذه النقطة، ولكن يعني كان الانطباع فوق ما احنا تمنينا، لدرجة ان رئيس المعهد الدولي لمكاتب أمناء التظلمات في كلمته في افتتاح المؤتمر ذكر بالحفاوة والتكريم اللي تلقاها من المملكة عند انشاء. وكذلك احنا بعد انعقاد المؤتمر فاحنا دائما نحرص على الجلوس مع الضيوف، وكانوا دائما يبدون اعجابهم بما وصلت اليه البحرين من ارتقاء في حقوق الانسان وحسن التنظيم. جميل. طيب ما شاء الله 10 سنين من التأسيس وتم الاحتفال بهذه 10 سنين، أكيد خلال هذه 10 سنين أستاذ هناك العديد من الإنجازات اللي قمتوا فيها، نبي نتكلم عن أبرزها. يمكن 10 سنين فترة قصيرة نوعا ما بالنسبة للمؤسسات اللي سبقونا في هذا المجال، لكن احنا بدينا عمل فعليا في سنة 2013. بعدها بسنة في 2014 فازت الأمانة العامة للتظلمات بالمناصفة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجائزة شايو لحقوق الإنسان، وهذه الجائزة تمنحها مندوبية دول الاتحاد الأوروبي. وفي نفس السنة أيضا 2014 تبنى المجلس الأعلى للقضاء معايير كانت الأمانة العامة للتظلمات قد وضعتها. نعم. بخصوص التفتيش على مراكز الإصلاح وأماكن الحبس الاحتياطي.
بالإضافة إلى ذلك فالأمانة العامة فازت بعضوية المعهد الدولي لأمناء التظلمات ما شاء الله. بعد ما استوفت جميع الاشتراطات اللي تضمن استقلالية هذا المكتب، وكذلك فازت الأمانة العامة للتظلمات بعضوية رابطة التعاون الإسلامي لمكاتب أمناء التظلمات، بل أن الأمانة العامة للتظلمات ومملكة البحرين كانت من الأعضاء المؤسسين لهذه الرابطة. ما شاء الله، يعني إنجازات كثيرة وعضويات كثيرة في يعني الكثير من الأماكن المهمة واللي أكيد تفيد مملكة البحرين في شتى المجالات. كل الشكر لك أستاذ على هذا المجهود اللي تقومون فيه ولوجودك اليوم معنا. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ. مشاهدينا، تشير الأبحاث إلى أن صحة الأمعاء تأثر على الصحة العامة في الجسم، يعني صحتنا يعني تأثيرها يكون من خلال صحة الأمعاء. ومن الأمور اللي ممكن تتأثر من خلال صحة الأمعاء هي تغيرات في النظام الغذائي والجهاز الهضمي وأيضا المناعي. خلونا نشوف هذا التقرير عن هذا الموضوع ونرجع نستكمل هذه الفقرة مع قرارك. العالم يشتكوا من جرثومة المعدة، والكثير يشتكي من القولون العصبي، والبعض من الالتهابات والانتفاخات، والغالبية من آلام مزمنة في البطن. غير أن أمراض نفاذية الأمعاء والأمراض المناعية مثل السيلياك والكرون أصبحت شائعة، غير عدوى الجراثيم. فقط تحتاج لعينة. هذا الفحص راح يغطي 14 فئة تشخيصية من الاستجابة المناعية، الجينات، عملية الامتصاص وعلامات التسرب المعوي، بالإضافة راح يكشف عن الجراثيم، والأهم راح نتعرف على البطانة المعوية. التقرير متكامل لتشخيص شامل. مثل ما شفنا مشاهدينا بالتقرير السابق، موضوع جدا مهم عن جراثيم الأمعاء، الفلورا المعوية، وحتى نتعرف أكثر على الأمراض اللي يسببها اختلال الفلورا المعوية. يشرفنا استضافة الدكتور أحمد العلوي الحاصل على دكتوراه في الوراثة الإكلينيكية والاختصاصي في علم الوراثة وعلم الأمراض الجزيئية. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك وربحك إن شاء الله دكتور. يعني الفلورا المعوية أكيد لها فوائد وأضرار على الجسم، راح نسترسل فيها أكيد، ولكن في البداية نبي تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين عن الفلورا المعوية. أوكي، هو يعني موضوع جدا شيق. الفلورا المعوية هي مجموعة من الميكروبات، سواء كانت بكتيريا، طفيليات وفطريات موجودة في الجهاز الهضمي، واللي تمثل عند البالغين تقريبا من كيلوين إلى 3 كيلو، موجودة في أمعائنا بكثرة وتنوعات مختلفة، منها الضار ومنها النافع. جميل. وأهميتها جدا مطلوبة، لأنها بعضها تصنع بعض الأمينو أسيد، الأحماض الأمينية المهمة، تثبت بعض الفيتامينات، تبدي أن هي تهضم بعض المواد الغذائية، تسيد عملية الاستقلاب في الجسم وعملية الأيض، ولها العديد من الوظائف، من أهمها أنها تقوي المناعة والجهاز المناعي في جسمنا. الله، يعني ذكرت أستاذ العديد من الوظائف للفلورا المعوية. طيب لو اختلت هذه الفلورا المعوية شنو بيصير في هذه الوظائف اللي ذكرتها؟ أكيد راح تختل هذه الوظائف، واختلال هذه الوظائف راح يسبب لي العديد من المشاكل الصحية والمرضية، وأهمها المشاكل اللي تثبت في المناعة والجهاز العصبي، فأي اختلال فيها راح يبين بالضبط على المناعة بشكل واضح وعلى الجهاز العصبي والصحة النفسية. حلو، يعني هل هي مرتبطة بانتفاخ البطن؟ يعني ساعات نشوف كثير من الأشخاص بطنهم ينتفخ، يقولون لهم والله عندكم القولون العصبي فعشان كذي بطنكم ينتفخ، فهل في علاقة بينها وبين القولون العصبي وانتفاخ المعدة؟ أكيد أكيد، لأن الميكروبات المعوية أو الفلورا المعوية عدم اتزانها أو أن قاعد ندخل عليها شغلة هي ما تقدر تهضمها بشكل أريحي، قاعد يولد لي الكثير من التفاعلات بينها الغير محببة اللي تولد غازات داخل البطن، ومن ضمنها القولون العصبي، متلازمة القولون، مشاكل له السيبو، له زيادة مثل ما يقولون الجروث أو النمو لهذه البكتيريا، سواء كانت ضارة أو نافعة بشكل غير محبب، وغيرها من الأمور اللي قاعد تطبع لنا انتفاخات في البطن وغازات وإمساك أو إسهال.
حلو. طيب شلون اكتشف دكتور ان انا والله عندي اختلال في الفلورا المعوية؟ هل في مؤشرات مثلا تطلع لي؟ لان احنا بس من احد يشوف شخص ثاني بطنه منتفخ او مشدودة اعصابه يقولون لا والله ان انت عندك القولون العصبي. هو القولون العصبي مثل ما يقولون هي احد اعراض عدم اتزان الفلورا المعوية. يعني لها اعراض متعددة من زيادة مثلا مشاكل الصدفية، تساقط الشعر، عدم امتصاص فيتامين د بشكل جيد، مشاكل في الامراض المناعية مثل ما نتكلم على الغدد الدرقية، مشاكل الهرمونات وغيرها من الامور. شلون اكتشف ان هنالك عدم اتزان في الميكروبات المعوية او الفلورا المعوية؟ وعن طريق التحليل او فحص يسمونها الخريطة الجوف معوية. هذا الخريطة الجوف معوية عن طريق بكرامة عينة من الستول اللي عينة من البراز أستطيع معرفة وتحليل وتحليل وراثي متخصص أستطيع أعرف المحتوى المتكامل حق الفلورا المعوية وإذا كان عندي بكتيريا أو فطريات زيادة يعني مثلا بكتيريا ضارة زيادة عن اللازم بكتيريا نافعة أيضا زيادة عن اللازم وهذا بالضبط الفحص اللي هو الخريطة الجوف معوية راح تعطيني البكتيريا أو الفطريات نسبهم وإذا كانت ضارة نسب الضرر مالهم وطرق العلاج عشان أرجعهم لوضعهم الطبيعي. حلو حلو. ذكرت موضوع جدا مهم موضوع الفيتامين دال دكتور. أغلبيتنا نعاني من نقص فيتامين دال وما كنا نعرف يعني أنا أول مرة أعرف إن الفلورا المعوية ممكن تسبب نقص فيتامين دال فكيف ممكن إن إحنا نسد هذا النقص بحيث إنه يعني حتى الفلورا المعوية تكون أمورها تمام؟ هل إذا خذينا فيتامين دال ممكن يأثر مستوى وفيتامين دال على الفلورا المعوية؟ هي الفلورا المعوية تتأثر بالفيتامينات يعني المغذي الأول حق الفلورا المعوية البريبيوتيك مو البروبيوتيك البريبيوتيك وهي مجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف. حلو. اللي تخليها تنشط بشكل طبيعي لازم نقول تنشط طبيعي. بشكل طبيعي أي. لأن في ناس يأخذون مثلاً البروبيوتيك اللي هي عبارة عن بكتيريا نافعة وحين طالع في الموديل مالهم أنه والله ثبت فيتامين دال عن طريق البكتيريا النافعة دائما نقول لهم لا تتعاطى مع البروبيوتيك او البكتيريا النافعه بشكل يعني بدون وصفات طبيه لان راح تزيد عندك منسوب البكتيريا في امعائك وهذا المنسوب اذا زاد قاعد يسبب لي خلل بدل ما اثبت فيتامين د لا راح يهضمون فيتامين د وهم البكتيريا راح تاكله عني فدائما نقول لهم اخذ البروبيوتيك وهي مجموعه من المعادن والفيتامينات ومن ضمنها فيتامين د علشان تمتص البكتيريا بشكل جيد وتثبتها بشكل جيد ودائما البكتيريا او الفلورا المعويه تحب الحركه الجيده تحب المشي تحب الرياضه علشان الامعاء تتحرك بشكل متناسق وهذا الشكل المتناسق يخليها تتمرر بشكل متناسق هي الفلورا المعويه وتتحرك بشكل متناسق وما يصير تلكؤات فيها فتثبت الفيتامين د بشكل جيد ايضا. حلو. طيب يعني ذكرت الرياضة دكتور وهي الرياضة شيء جدا مهم لي يعني أنا أقول شيء جدا مهم وأنا ما أمارس الرياضة. ما شاء الله أنت رياضية. طيب دكتور يعني فعلا الرياضة ممكن هي تحل كثير من الأمور ومنها موضوع الفلورا المعوية بحيث أن مثل ما ذكرت الأمعاء تتحرك والفلورا المعوية تكون أمورها تمام. طيب لو نتكلم عن الجراثيم والفلورا الموجودة في الأمعاء هل تختلف أماكنها في جسمنا؟ صحيح تختلف أماكنها في جسمنا فعد البكتيريا اللي مثلا موجودة في الفم غيرها في موجود نوعية ثانية موجودة في المريء بعدين المعدة بحامضيتها الشديدة يعني مثلا البي اتش في المعدة يوصل 2.3 فنوعية البكتيريا أيضا غير تختلف تماما غير في الاثنى عشر غير في القولون فكل بقعة من جسمنا موجود بكتيريا وفلورا معوية تختلف عن السابق لأن لها وظيفة محددة بالضبط مثلا بكتيريا الأمعاء هي مسؤولة عن تثبيت بعض الفيتامينات وغير بكتيريا اللي موجودة في المعدة لا بكتيريا ثانية مسؤولة تساعد على الهضم إذا كانت بكتيريا صالحة فكل قطاع من الجهاز الهضمي هنالك بكتيريا حسب الانفايرمنت حسب البيئة اللي موجودة في هذا القطاع. حلو حلو دكتور احنا عندنا صور حابين نطالعهم هذه الصورة دكتور هذه صورة البكتيريا نعم هذه البكتيريا بكتيريا العصوية اللي نسميها البسلس بكتيريا عصوية موجودة في الأمعاء بكتيريا عصبية؟ عصوية عصوية هي ترجمة بسلس عصوية بالعربي وهذه؟ هذا هني الارتباط بين دائما نقول الإنسان عنده
دماغين، دماغ اللي يفكر فيه والدماغ الثاني موجود في المعدة. الفلورا المعوية هي الدماغ الآخر. دائما نقول 60% من الإشارات التي تصل الدماغ مصدرها الجهاز الهضمي، مصدرها البكتيريا والفلورا المعوية. إذا كان هنالك خلل في هذه البكتيريا وهذه الفلورا راح تعطيني إشارات سيئة، راح تستقلب لي كل الجهاز العصبي، وتلاقي النفسية سيئة، تلاقي تعبانة، توتر، شد، مشاكل. دائما نقول الفلورا إذا ثبتها بشكل متناسق وشكل جيد، أنا 60% من الجهاز العصبي قدرت أتحكم فيه. حلو. فدائما نقول الارتباط اللي موجود بين الفلورا المعوية، العقل اللي موجود في البطن أو الدماغ موجود في البطن مع دماغنا. حلو. طيب في صورة بعد غير دكتور؟ هني في صور توزيع الـ 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 البكتيريا والفلورا المعوية، الميكروبيوم المعوي وتأثيره على كل جزء في الجسم، سواء مثل ما قلنا أنه تؤثر على الجهاز المناعي بكمياتها، تؤثر على الجهاز العصبي، تؤثر على الجهاز الهضمي، تؤثر على البشرة والجهاز اللي هو الجلد وأكبر جهاز موجود في الجسم، تؤثر على نفسنا وإلى آخره من الأمور. هذا الاستقلاب للجهاز أو للفلورا المعوية داخل أمعائنا، وشلون قلنا أن الرياضة والحركة المستمرة راح تخليهم متناسقين في تجاوبهم وعملياتهم، عمليات الاستقلاب لهذه الفلورا المعوية. حلو دكتور. طيب دكتور، يعني أنا ما كنت أدري أن الفلورا المعوية ممكن تأثر على البشرة. أتوقع هذا الشيء جدا مهم، خصوصا للنساء اللي نفسيتهم في بشرتهم. صحيح. أكيد راح يأثر بشيء بروح البشرة إذا كانت تعبانة تأثر على النفسية دكتور. صحيح. فكيف ممكن إحنا نقدر نحافظ على الفلورا بحيث إن كل شيء في جسمنا يكون سليم وصحي حتى نفسيتنا؟ أولاً إذا كنت أشتكي من أي نوع من أنواع أي مشاكل مرتبطة بالجهاز الهضمي، بالجهاز المناعي، لازم أسوي الفحص، مثل ما قلنا فحص الخريطة الجوف معوية اللي موجودة، اللي تطلع لي بالضبط البكتيريا، الفطريات، سواء كانت الصالحة منها أو الطالحة منها، وشلون أعيد النسق مالها. عن طريق إعادة النسق راح أحافظ على شغلات كثيرة من ضمنها البشرة وينعان البشرة والفريشنس هذا الموجود في البشرة، عن طريق معرفة بالضبط البكتيريا والميكروبات اللي موجودة في أمعائي وشلون أتحكم فيها وأرجعها إلى التوازن التام. حلو. طيب هل كل البكتيريا والفلورا المعوية الموجودة في الأمعاء تكون غير ضارة؟ عندنا مثل ما قلنا الضار وعندنا الغير ضار، بس غير الضار لازم يكون تحت الاتزان، مثل ما يكون الضار تحت الاتزان. يعني حتى البكتيريا النافعة إذا كانت أزيد من المناسبة، مثل ما قلت لك اللي يأخذون البروبيوتيك أو اللي يأخذ خمار يقول أنا راح أزيد أنواع البكتيريا اللي موجودة أو الميكروبات الموجودة، أنت قاعد تضر أمعائك لأن قاعد تعطي زيادة. صحيح. من منسوب البكتيريا النافعة، فلازم تكون ضارة أو النافعة في الأمعاء كلها متوازنة. يقول لك دكتور الشيء اللي زاد عن حده ينقلب ضده. صح. حلو. طيب في ناس يأكلون الروبة المنتهية يقولون فيها بكتيريا نافعة. صحيح، فيها بكتيريا نافعة، بس هل أنت تحتاجها بهالتركيز الموجود؟ وهذه عادة البكتيريا النافعة اللي موجودة في الروب تنهضم في الأمعاء أو في المعدة، تنهضم في المعدة. إحنا نخاف منها اللي هو البروبيوتيك اللي هي عبارة عن حبوب البكتيريا النافعة اللي تصل إلى 50 مليار بكتيريا موجودة في هذه الحبوب، والناس قاعد يتناولونها بشكل بدون وصفات طبية وبشكل مستمر. طيب دكتور، يعني الأعصاب مثل ما ذكرنا مرتبطة بالفلورا المعوية والبكتيريا اللي موجودة. طيب بحيث بكيف إن إحنا نقدر نحافظ على أعصابنا بحيث إن حتى الفلورا المعوية تكون سليمة وأعصابنا سليمة؟ هل في خطوات معينة ممكن إحنا نتبعها علشان نحافظ على شيئين؟ رقم واحد حركة، تغذية سليمة، شرب كميات كافية من السوائل. إذا عندي لخبطة راح أسوي الفحوصات اللي تشوف لي بالضبط هذه الفلورا المعوية البالانس مالهم. بس نشدد مرة ثانية، الحركة إيه هي أهم 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 مقطع من ضمنهم. الحركة بركة. الحركة بركة. كل الشكر لك دكتور لوجودك اليوم معنا، وفعلا موضوع جدا مهم وكثير يجهل هذا الموضوع. فيعني إن شاء الله يعني السادة المشاهدين تثقفوا بمدى أهمية الفلورا المعوية. كل الشكر لك دكتور. الله يخليك. نورتنا.
مشاهدينا خلونا نشوف لقطات جوية لمنامة العزب ونرجع لكم من جديد. مشاهدينا حكمتنا لليوم تقول بالإضافة إلى تعلم الفن الرائع أداء الأمور، تعلم الفن الرائع الآخر عدم أداء الأمور، فإن حكمة الحياة تتضمن في عدم أداء ما ليس بضروري. فعلا مشاهدينا حكمة رائعة، احنا كثير من الأشياء نسويها واحنا مو بحاجة لها، وكثير من الأشياء نسويها اكسترا على طاقتنا المفروض ان احنا ما نسويها، فتعلموا وتقولون لا للأشياء اللي انتم ما تبون تسوونها، لا تسوون كل شيء قال لكم. بكذي مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، كانت حلقة رائعة وختامها مسك بهذه المقولة الجميلة ليوم الأحد. ألقاكم إن شاء الله على خير باكر وشمس البحرين.